بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحميد المجيد الفعال لما يريد. بسم الله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أوجد الوجود من عدم وسيذهب كل موجود إلى عدم فهو الواحد لا من قله وهو الواجد ذو الخلق لا من عله فسبحانك يا الله لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك فاللهم صل وسلم وبارك على من كشفت له الحجب فارتقى إلى ما لم يرتقي إليه الخليل ونظر إلى ما لم ينظر إليه الكليم ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل وصليت عليه أنت والملائكة تحببا وتكريما وقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله يا سيدي ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني بددت لخدمة دينك مهجتي وسعادتي ألا بغيرك نهتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مساندي ما حرفت أو غيرت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنفني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد لامني في حبه الكفور ولو يرى نعم الإيمان به لكان مساندي صلي يا ربي على الحبيب محمد واجعله شفيعنا بفضلك في غدي فاللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. حضرات السادة الحضور سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات السادة الحضور هيا نزل القلب بالقرآن هيا نعلي النفس بالإيمان هيا لنرتقي أعلى الجنان. رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نحمله ونقرأه ونفهمه به الأجر به الفوز إذ كنا نبلغه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يتلو علينا من آيات الله البينات قارئ جمهورية مصر العربية والإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والقارئ بالعالم الإسلامي
فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرب. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين
للمتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تؤس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه صلى الله عليه وسلم. ما القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الرحمن
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. فإنه يعلم السر وأخفى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا آنست
نارا لعلي آتيكم منها بقبس. أو أجد على النار هدى. فلما إنك بالوادي المقدس طوى. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع فاستمع فاستمع. فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى. إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا Thank you.
الذي أنا الله لا إله إلا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي عصاي أتوكأ عليها عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش
وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، عصاي أتوكأ عليها، عصاي أتوكأ عليها وأرش بها على غنمي إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه
قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في Thank you.
نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل فليلقي اليم بالساحل فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني عليك يا دكتور عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولا
ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا في التابوت فخذ فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه
وقل رب زدني علما فتوبى لقوم اكرموا القران وهبوا له الارواح والابدان قوم قد اختار الاله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتفوهت مسكا يفوح بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم لينير في الظلمات فكانا فسبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. حضرات السادة الحضور، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، القارئ لجمهورية مصر العربية والإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والقارئ بالعالم الإسلامي مع تركيبات الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية الحديثة فهي بإدارة وإشراف أولاد المرحوم الحاج عبد المرضي خلاف بقفر السنبسة. أما الفراشة والديكورات الهندسية فهي تطلب من الحاج فتح الآرح بمدينة بنوم. حضرات السادة الحضور، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.